تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، وفي الإخراج معانا مخرجنا المبدع أستاذ أيمن سرحيل، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء من خلال البرنامج على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، حاب أذكركم أن لقاحات كوفيد 19 أصبحت متوفرة في المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي، وحاليا إحنا قد قمنا في الدخول إلى مرحلة جديدة من استهداف فئة جديدة من المجتمع، فاللي ما بادر بأخذ موعد لحصوله على اللقاح يبادر بأخذ موعد، لأن اللقاح هي إحدى الوسائل الفعالة اللي ممكن اللي مو بس ممكن، اللي أكيد سوف تقوم بحمايتنا ضد هذه الجائحة، وإن شاء الله بإذن الله سوف نتجاوز هذه الجائحة. لذلك فاللي ما أخذ موعد لحصوله على اللقاح أو ما أخذ اللقاح يبادر بأخذ موعد للقاح في أسرع وقت ممكن. حلقتنا اليوم متنوعة وعديدة، راح نتحدث عن السمنة في رمضان وكيف احنا بإمكاننا ان نتفادى هذا الشيء، وايضا راح نستضيف معنا استشاري الامراض التنفسية، وراح نتحدث عن اصحاب الامراض التنفسية والصيام. لكن قبل ذلك راح ناخذ خبرنا لليوم اللي هو التغذية السليمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام. قالت الجمعية الألمانية للسكري أن داء السكري يرفع خطر إصابة المرضى بهشاشة وضمور العظام، ومن ثم خطر التعرض لكسور العظام في حالة السقوط. وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا الخطر من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم اللي احنا نعرف أنه جدا مهم لصحة العظام، وتتمثل مصادر الكالسيوم في الخضروات والفواكه والمكسرات إلى جانب منتجات الألبان والصويا. وأيضا إلى جانب الكالسيوم يجب أن يشحن مريض السكري مخزون جسمه من فيتامين د اللي هو أيضا مهم لصحة العظام، من خلال تناول الأغذية الغنية فيه مثل الأسماك البحرية والبيض والفطر، وأيضا الإحشاء الداخلي للحيوان مثل الكبد. وأيضا ما ننسى أن جدا مهم أن نتعرض لأشعة الشمس بانتظام، حيث يستغلها الجسم لبناء فيتامين د بنفسه في الجسم. إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يحرص مريض السكري على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال تعاطي الأدوية بانتظام. هذا كان خبرنا لليوم، ومن خبرنا بننتقل إلى أخبار السوشيال ميديا، وكالعادة بتكون معانا أسماء الجناحي بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. اليوم شو عندنا من أخبار ومناقشات؟ أنت كنا مركزين على الرياضة، كان عندنا مجموعة من النشرات خلال شهر رمضان في الرياضة، وحبينا أيضا نأكد عليها. أول بوست كان في وايد ملاحظات أن الأشخاص يقولون لا أنا دكتوري قال الرياضة لازم تكون عقب التراويح، أنا دكتوري قال عقب الإفطار.
غالبا النصايح اللي حطيناها يوم أمس فوائد التمرين في رمضان وكان قبل التمرين وشو الحالات بعد الإفطار قبل الإفطار قبل التمرين قبل الإفطار وبعد الإفطار وأيضا أشياء لازم يتذكرونها. غالبا غالبا الأشخاص اللي يقولون الجميع ينصح أنهم ممكن يمارسون ساعة قبل الإفطار هم الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحية. نحن ما نتكلم عن مرض السكري، ما نتكلم، نحن نتكلم عن نمط حياة صحي. فالصحة مش مرتبطة بأمراض. فلما نتكلم عن التمرين نتكلم للأصحاء ولغير، يعني الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. الأشخاص اللي ما عندهم أمراض مزمنة ممكن يمارسون رياضة قبل ساعة من الإفطار، أنا أمارسها قبل ساعة ونص من الإفطار أو ساعتين. غيري اللي عنده مشاكل أو أمراض دائما يفضل أنه خصوصا حتى مرض السكري أن المشي والتمارين أو النشاط البدني يكون بعد الإفطار بساعتين. يعني مش بعد واحد يأكل يعني ينزل الكرشة قبل سير يركب ما يعني ما يعطي نفسه وقت ساعتين يعني وعقب ساعتين عقب يمارسون. أهم شيء أن الماء يكون موجود، يشربون كمية كافية من الماء، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء النوم. أغلبنا جاهل موضوع النوم في رمضان. أنا ما جاهل، أنا أرقد من وقت. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها متى الشخص لازم يكسر صيامه، وايد توصلنا استفسارات متى حتى يعني كبار السن يكسرون صيامهم. يعني في أشخاص ممكن ما تيهم أعراض لكن سكرهم ممكن مثل جرة انذار. هاي كانت من ضمن نشراتنا اللي كنا حاطينها يوم أمس. أيضا أكد بموضوع اللقاحات و يعني أوقات الدم يسألون عن أوقات العمل في المراكز. نحن دائما نقول لهم صح أوقات العمل موجودة لكن يعني كل شخص لازم يجي من خلال مواعيد مسبقة، ما يصير واحد يجي ووك إن لأنه راح يخرب على غيره، وغير هذا ما راح يدخلون المركز، فحرام يعني يدق درب ويوصل المركز وعقب ما يدخلونه. فدائما نأكد على أهمية أخذ موعد مسبق من خلال تطبيق هيئة الصحة. يدخلون يختارون، نحن نحدث يعني قاعدين الخدمات قاعدة تتوسع بشكل وايد كبير، وكل يوم يتم إضافة مجموعة كبيرة من المواعيد. ما شاء الله تخلص في أقل من ساعة، بس بعد يعني يعني الهيئة مستمرة في أنها يضيف الكثير من المواعيد في تطبيق الذكي لهيئة الصحة. فعسبتي نحن دائما ننصحهم يعني إذا يعني يدخلون ويأخذون الموعد حسب اللي يناسبهم. تقريبا هالأشياء اللي كانت قناة التواصل الاجتماعي. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، كانت معانا وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية التمارين الرياضية. مثل ما قالت أسماء، في فئات تقدر تمارس قبل الإفطار اللي هي إحنا نعتبرها الساعة الذهبية، عشان هذا أفضل وقت إنك أنت تقدر تنزل من وزنك، ولكن هناك فئات لا تستطيع ممارسة الرياضة قبل الإفطار، لذلك في نصائح لممارستها بعد الإفطار. وأيضا كان في بعض الأشياء اللي إحنا حرصنا أن نذكرها للمستمعين وللقارئين، أنهم لازم يتذكرون أن لازم يختارون الظروف المناسبة لأداء التمرين، يعني يتجنبون أن يمارسون الرياضة في طقس جدا حار أو تحت أشعة الشمس مباشرة. وبعد يوم هم يمارسون الرياضة لازم يختارون الملابس المناسبة لذلك، لازم تكون خفيفة جيدة، يعني الملابس ما تكون وايد ثقيلة عليه، إلى جانب اختياره لمنطقة جيدة التهوية. فهذه الظروف المناسبة اللي لازم الشخص يختارها إذا بغى يمارس الرياضة سواء كان قبل الإفطار أو بعد الإفطار. وأيضا في العديد من النصائح، إذا أنتم كنتوا حابين تقرؤون أكثر عنها تقدرون تدخلون إلى وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة في دبي وتطلعون على هذه النشرة. عنوان النشرة هي فوائد التمرين في رمضان. هذا كان خبرنا لليوم، وكانت هذه أخبار وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع نتحدث عن السمنة ورمضان. صحة وسعادة. لا
رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. إحنا كلنا نعرف أن التخطيط لتناول الوجبات الصحية والأطعمة المتوازنة خلال شهر رمضان المبارك جدا مهم، وأيضا توفير الاحتياجات الأساسية والصحية للغذاء المتوازن من الأمور الضرورية لتجنب مخاطر سوء التغذية أو السمنة خلال شهر رمضان. فهناك العديد والكثير من الأشخاص يعانون من السمنة أو زيادة في الوزن بعد انتهاء شهر رمضان بسبب عدم التخطيط لذلك. وعشان نتفادى هذه المشكلة يصرنا نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سامية خالد أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور يا هلا، صباح الورد والسرور. أستاذة سامية، لو تحدثينا كيف يكون التخطيط للوجبات الغذائية عشان نتفادى السمنة خلال هذا الشهر الفضيل؟ نعم، لا شك أن مشكلة زيادة الوزن في رمضان هي مشكلة تؤرق الكثيرين على مختلف المراحل العمرية، يعني سواء شباب، مراهقين، كبار في العمر، وحتى يعني خلينا نقول حتى الجنسين، يعني الرجال والإناث، يعني يكون فعليا يؤرقهم مشكلة الدخول في رمضان بسبب بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة، أنهم يكونوا خايفين أن يزيد وزنهم. فالتخطيط السليم للوجبات هو الطريق الأمثل أن نخرج من رمضان، بالعكس يعني فرصة ذهبية تكون في رمضان. إحنا نقول رمضان يعتبر دورة طبية مجانية. لا شك أن الصيام يؤثر تقريبا على كل أعضاء الجسم إيجابيا ومنها الوزن، فيجب أن يكون رمضان فرصة إيجابية لتخفيف الوزن وليس العكس، وهذا يأتي بالتخطيط السليم للوجبات. ويفضل إحنا نخطط للوجبات قبل رمضان. كيف قبل رمضان؟ طبعا إحنا بنشوف برمضان للأسف التجمهر العالي في الجمعيات وفي الأسواق، وللأسف معظم الاختيارات بتكون كلها أشياء غير صحية. فأنا من البداية أنا وقت التسوق يكون تسوق عندي لستة في الأشياء اللي أنا لازم أجيبها، فبالتالي قبل ما أعمل رجيم لنفسي أعمل رجيم للثلاجة. كل حاجة أحطها أنا في الثلاجة لازم تكون اختيارات صحية قليلة السعرات الحرارية. فمثلا عندي مثلا تكثر في رمضان المعجنات والسمبوسك والمقالي وهذه الأشياء كلياتها أنا أحاول قدر الإمكان ما أجيبها، ولو جبتها ثانيا أنا ممكن أستخدم طرق الطبخ الصحية، يعني السمبوسة مثلا بدال ما أقليها وأخلي مثلا السعرات الحرارية اللي فيها عالية جدا أنا ممكن أشويها بالفرن. ثانيا أخفف الكمية، بدل مثلا ما أخذ 3 حبة سمبوسك 4 حبة سمبوسك ممكن أخذ قطعة واحدة. أيوة. فإذا توقيت الوجبات مهم جدا، نوعية الأكلات اللي أنا بستخدمها مهمة جدا، وثالثا الكمية. أيوة. لأنه بيجي عنا ناس كثير بيقولوا مثلا هالشيء يمتن، صح هالشيء مثلا إذا تناولته يمتن، يعني بتلاقيهم يعني عندهم معتقدات غذائية يجب أن إحنا نصححها. لا يوجد شيء يمتن بالمطلق، هو يعتمد على الكمية اللي إحنا أخذناها وطريقة الطبخ. فهذا التخطيط السليم يبدأ من التسوق والاختيارات الصحية، سواء طريقة الطبخ أو نوعية الأكل اللي إحنا راح نستخدمها. طيب شو هي الأطعمة اللي تنصحين أن يتناولونها خلال شهر رمضان عشان يحافظون على وزن مثالي؟ اولا التخطيط للوجبات جدا مهم، يعني توقيت الوجبات في البداية هي القاعدة الأساسية الأولى. يعني مثلا في ناس ياخذوا بس وجبة واحدة وهالوجبة تكون دسمة وغنية جدا بالسعرات الحرارية، وذلك بسبب انه ضيق الوقت. فهاي النقطة الأولى الخطأ، لازم أنا أوزع الوجبات. رمضان يجب أن يكون وجبة الإفطار ويجب أن نبكر فيها قدر الإمكان، وجبتين خفيفات بالنص، يعني نسميهم وجبات بينية، وممكن يكون عبارة عن قطعة فواكه، ساندويتش صغير، ويجب أن نأخذ وجبة السحور. أيوة. توزيع السعرات الحرارية بين هذه الوجبات يؤدي إلى الاعتدال في تناول الطعام، لكن أنا إذا بركز على وجبة واحدة هنا أنا أكيد بتكون اختياراتي فيها خطأ. فأولا توقيت الوجبات مهم، ثانيا شو الاختيارات اللي ممكن أخذها بالفطور؟ أبدأ بالتمر، أبدأ بالماء،
أحضر معدتي للأكل اللي راح أتناوله، بعدين أنا أبدأ بالسلطة. مهم جدا أخذ السلطة، السلطة قليلة بالسعرات الحرارية وبالتالي تملأ حيز المعدة وتخلي استهلاكنا من الأكل أقل ما يمكن. أترك الجسم فترة، ممكن مثلا أنا أقوم أصلي صلاة المغرب وأرجع أخذ الطبق الرئيسي. هون تخطيط الطبق الرئيسي مهم جدا، يجب أن يكون متوازن. كيف متوازن؟ يحتوي نشويات وبروتين ومجموعة الألبان. وهنا نقصد في النشويات لا للحرمان، يعني في كثير ناس بيقول والله أنا وقفت العيش وقفت المعكرونة، لا خلينا ناكل بس نخفف الكمية. صحيح. الكمية اللي لازم ناخذها تكون خفيفة، وأركز قدر الإمكان على الخضار. كل ما كانت الخضار في أكلي أكثر، كل ما كان يعني وصولي للشبع يكون أفضل. صحيح. ومثل ما قلنا الخضار تعمل مثل مكنسة في الجسم، تكنس كل شيء زائد في الجسم. صحيح. من دهون من سكريات. فالوجبة الرئيسية كمية قليلة من العيش ما تتجاوز الملاس أو المغرفة اللي نسكب فيها الأكل. سلطة كمية مفتوحة، كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل. قطعة البروتين اللحم أو الدجاج أو السمك يجب أن تكون بدون دهون. يعني إذا أنا اخترت اللحم الأحمر أخبر الملحمة اللي أنا بشتري منها أنه صفي لي إياها من الدهون. إذا دجاج أشيل الجلد لأنه نسبة الدهون فيها عالية وهذه اللي بتسبب لنا زيادة في السعرات الحرارية. وإذا سمك طبعا يكون كل طرق الطبخ عندي إما شوي أو سلق أو على البخار، فهذا يضمن لي كمية سعرات حرارية قليلة جدا. صحيح. وصحي، ويعني إن شاء الله بنخرج من رمضان بدون زيادة في الوزن. طيب أستاذة سامية، بما أن تحدثتي عن الحلويات والعصائر، هل في نصايح أنت ممكن تقدمينها في هذا المجال؟ نعم، بالنسبة للحلويات طبعا شهر رمضان يعني الإنسان بيشتهي الحلويات بسبب انخفاض مستوى السكر عنده في الدم بسبب ساعات الصيام الطويلة. إحنا ما نقول وقفوا الحلويات. صحيح. بس خلينا نكون صحيين في اختيار الحلويات. مثلا عندنا القطايف، خلينا مثلا على سبيل المثال بدل ما أقليها أشويها. أنا وفرت على نفسي فوق 180 سعر حراري. مثلا الشيرة اللي أنا أضيفها أو السيرب اللي أنا أضيفها للقطايف خليني أستخدم السكر البديل مش السكر العادي، ما في سعرات حرارية نهائيا وما في سكر، فبالتالي أنا وفرت على حالي كمية عالية من السعرات الحرارية. ثالثا تقليل الكمية، يعني بدل ما أخذ 3-4 حبات أخذ حبة أشرب قبلها ماي وبعدها ماي عشان أملح حيز المعدة، فبالتالي أنا يعني شبعت رغبتي في تناول الحلويات لكن بطريقة ذكية. وهكذا بالنسبة لكل أنواع الحلويات ممكن أستخدم يعني أشياء من البيت، مثلا الحليب بدال الحليب كامل الدسم أستخدم حليب قليل الدسم. بدال مثلا الجبنة والكريمة أستخدم منتجات كلياتها لايت أو قليلة الدسم. صحيح. أنا بوفر على حالي سعرات حرارية، فما تحرم نفسك لكن استخدم الحلويات بكمية قليلة، ويفضل أستعيض عنها بالفواكه أو الميلك شيك سلطة الفواكه، وإذا كان ولابد أنها تكون الكمية بسيطة جدا. طيب شو عن المشاكل الصحية اللي ممكن يسببها الإفراط في تناول الطعام؟ نعم، لا شك أنه زيادة الوزن تعتبر تقريبا تؤثر على كل أعضاء جسم الإنسان. نبدأ من السكري، يعني الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري بالذات النوع الثاني، فبالتالي هذه مشكلة خطيرة جدا يجب أنه إحنا نتفاداها من البداية. ثانيا ممكن الشخص يصير عنده أمراض ضغط الدم، كمان الأشخاص البدينين أو اللي عندهم بدانة أو سمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض ضغط الدم، أمراض تصلب الشرايين، الأوردة، الجلطات بأنواعها الدماغية القلبية. الأشخاص اللي عندهم وزن زايد هناك دراسات تثبت الكلام اللي أنا يعني بتكلمه، في علاقة مباشرة بين السرطان الثدي وسرطان المبيض عند النساء وزيادة الوزن. لقوا أنه السيدات اللي وزنهم أقل أعلى عن المستوى الطبيعي يعني حسب مؤشر كتلة الجسم، وجدوا أنه في علاقة وطيدة بين زيادة الوزن والإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل الصدر ومثل الرحم، وللرجال مثلا عندنا سرطان القولون. لا تخلو أي عضو من جسم الإنسان من التأثير السلبي بسبب زيادة الوزن. صحيح. أستاذة سامية، هل في من نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين عن التغذية والغذاء في رمضان؟ أحب أختم كلامي يعني بالاستشهاد بآية قرآنية في رب العالمين يقول في محكم كتاب العزيز وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه قاعدتنا إحنا في التغذية، نرجع لديننا في تخطيطنا السليم للوجبات، ناكل
نشرب ونمتع نفسنا، لكن الإسراف هو صراحة اللي ممكن يؤدي إلى العواقب الوخيمة، فالاعتدال هو الحل. أستاذة سامية شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين، دائما سعيدين باستضافة أخصائيين من التغذية السريرية في حلقات برنامجنا، شكرا يعطيك ألف عافية. يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسلامة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا الأستاذة سامية وحدثتنا عن بعض النصائح اللي ممكن إحنا نتبعها عشان نتجنب إصابتنا بمخاطر سوء تغذية أو مخاطر السمنة خلال هذا الشهر الفضيل. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم نستكمل حلقتنا لليوم، وبعد الفاصل راح يكون معانا الدكتور عيسى الحاي استشاري الأمراض التنفسية في مستشفى راشد، ورح نتحدث عن أصحاب الأمراض التنفسية والصيام. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة، رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء عن خلال الأرقام التالية 6005514144 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعد الربو وحساسية الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض الصدرية شيوعاً، وعلاج هذه الأمراض يعتمد على البخاخات وأحياناً على تناول الأقراص، ولكن ما مدى تأثير الصوم على هذا العلاج؟ وعشان أيضاً نتحدث عن صيام أصحاب الأمراض التنفسية بالتفصيل أكثر، يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور عيسى الحاي استشاري الأمراض التنفسية في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور. هلا، صباح النور دكتورة هند، تحياتي لك ولأخوة المستمعين، وكل عام بخير. كل عام وانت بخير ورمضان مبارك علينا وعليك. دكتور، لو نتحدث بداية، هل هناك خطورة أو تأثير للصيام على أصحاب الأمراض التنفسية؟ نعم، بشكل عام الصيام بحد ذاته ما يأثر بشكل سلبي على الأمراض التنفسية، لكن بعض الممارسات الموجودة عند بعض الناس للأسف هي اللي تأثر بشكل سلبي أو قد تؤثر بشكل سلبي على 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 مرضى الجهاز التنفسي. يعني أقدر أذكر أنا بعمل الوقت ما يسعفني أني أذكر كل الممارسات السلبية، لكن بركز على ثلاث ممارسات سلبية قد تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي. أول حاجة الانقطاع عن استخدام المنتظم الأدوية. الشيء الثاني الإفراط في تناول الطعام خاصة بعد الإفطار. والشيء الثالث تعرض لمهيجات الجهاز التنفسي. إذا ممكن نذكرها بشكل سريع كل نقطة. طبعا النقطة الأولى الانقطاع عن استخدام منتظم الأدوية. للأسف بعض المرضى الجهاز التنفسي عندهم اعتقاد خاطئ أن البخاخات تأثر على صحة صيامهم، وهذا مثل ما قلت الاعتقاد هذا خاطئ. أغلب المجامع الفقهية ولجان الفتاوى أفتت بجواز استخدام البخاخات هذه. أيوة. وإذا المريض عنده أي استفسار طبعا حنشجع المريض أنه يتواصل مع هيئات الفتوى الرسمية حتى يستوضح أكثر. صحيح. وطبعا في نسبة من المرضى حالتهم تنتكس مجرد أن ينقطع الأدوية هذه. فالمريض يقدر يعيد جدولة الأدوية اللي يأخذها، الحبوب أو الأدوية اللي تأخذ بالفم يأخذها بعد الفطور، ووقت اليوم يقدر يستخدم البخاخات. أيوة. الممارسة الثانية اللي قد تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي اللي هو الإفراط في تناول الطعام بعد الفطور. طبعا في ارتباط وثيق، طبعا بعض الناس يمكن يسأل شو العلاقة بين الأكل والجهاز التنفسي. طبعا في ارتباط وثيق بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، تشريحيا في اتصال بينهم في منطقة صحيح. الحنجرة. كثير من المرضى اللي عندهم مشاكل أو اعتلالات في الجهاز الهضمي يشتكون من أمراض من أعراض لها علاقة بالجهاز التنفسي، مثل الكحة، مثل ألم في الصدر، ضيق النفس. ونسبة من المرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي وعندهم سمنة، لما ينجحون في تنزيل وزنهم كثير من الأعراض هذه تتحسن.
ففي ارتباط وثيق جدا بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. فالحاصل ان بعض المرضى خلال فتره الفطور يعني يفترس طاوله الطعام اذا صح التعبير. يفترس هاي الكلمه انا بستعملها بعد دكتور تسمح لي. بالضبط. ايوه فايش اللي يصير؟ طب يصاب المريض بتخمه، جزء من افرازات المعده الحمضيه ينتهي بها المطاف انها تدخل في الجهاز التنفسي في الشعب الهوائيه. هذا يؤدي الى تهيج في الاغشيه المبطنه للشعب الهوائيه. بعدين هذا يؤثر يعمل البرونكو كونستريكشن اللي هو تضيق في الشعب الهوائيه، ومنها ضيق في النفس وكحه والام في الصدر. فننصح المريض ان يقلل كم يعني يتناول كميه معتدله، ما يفرط في تناول الطعام. ويقسم الفطور على فترات متباينه، مش كلها في وقت واحد. ايوه على فكرة دكتور، هاي النصيحة أكثر من طبيب في خلال الأيام الماضية، كل الأطباء ينصحوا أن نقسم فترات الفطور، ما تكون يعني وجبة واحدة مرة واحدة، فنقسم لها، لأن مش فقط للجهاز التنفسي ولكن للجسم بشكل عام. دكتور العديد من الأطباء نصحوا نفس نصيحتك هذه. فعلا ونحن لاحظ الشيء هذا يعني في فترة رمضان، بعض المرضى تزيد عليهم الانتكاسات في الجهاز التنفسي. صحيح. مش في الجهاز الهضمي. المرض الأخير على مدى دكتورة هند اللي هو قلنا تعرض المهيجات الجهاز التنفسي. أيوة. طبعا في شهر رمضان بعض العوائل العربية عندها عادات وممارسات، بعض الممارسات هذه قد تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي. من ضمن الممارسات طبعا في بعض العائلات مع بداية الشهر عندهم إعادة ترتيب للبيت، عندهم تنظيف للبيت. أيوة. من الغبار من الأتربة. فهذا التعرض للأشياء هذه تهيج الجهاز التنفسي. صحيح. العطور والبخور أو استخدام مفرط العطور والبخور خاصة بعد الفطور واستعداد التراويح، هذا بعد يأثر على الجهاز التنفسي. الحاجة الثالثة، بعض السيدات يعني تبرز مواهبها في الطهي. أيوة. فتكتسح المطبخ تكتسح المطبخ وتتعرض للبهارات، للطحين المعجنات، للروائح. فإذا عندها مشاكل تنفسية هذا فعلا راح يهيج عندها الأمراض الجهاز التنفسي. فهذه الممارسات موجودة في فترة الصيام. الصيام بحد ذاته ما يأثر، لكن الممارسات الموجودة خلال فترة الصيام هي اللي تأثر على أمراض الجهاز التنفسي بشكل سلبي. أيوة دكتور. طيب دكتور، متى ممكن المريض يروح ويستشير الطبيب في حال استمراره في الصيام، أو متى يعني العلامات اللي تقول إن لازم الشخص يفطر ويكسر صيامه؟ هل في هناك علامات أو أعراض معينة الواحد لازم ينتبه لها في هاي الحالات؟ أيوة ممتاز. ننصح دائما المرضى اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي إذا واجهتهم أعراض معينة يستشيرون طبيب بشكل فوري. أهم هذه الأعراض وجود الحرارة، غالبا حرارة علامة من علامات وجود التهاب ميكروبي في الجسم. فيفضل مريض الجهاز التنفسي إذا صارت عنده حرارة أنه مباشرة يقابل الطبيب ومن أجل الفحص. العرض الثاني تدهور الكحة. أيوة. غالبا مرضى الجهاز التنفسي تكون عندهم كحة مزمنة، لكن إذا الكحة هذه زادت وتدهورت أحيانا يكون معاها بلغم وفرازات، فهني يفضل أن يستشير الطبيب مباشرة. أيوة. العرض الثالث المهم اللي هو صعوبة في التنفس. أيوة. هذا مرض مهم يفضل المريض أن يستشير الطبيب مباشرة في حال صارت عند الأعراض هذه. صحيح دكتور. طيب دكتور، أنت قلت أن مهيجات الجهاز التنفسي من الممكن أن تزيد من يعني من حالة المريض، فهل في نصائح يعني طبيعي أن المرأة سوف تقوم بالطبخ، وطبيعي أن البيت راح يتنظف والأشياء هذه أكيد بيستعملونها، فهل في نصائح تقدر تنصحهم عشان يقللون من التعرض لهاي المهيجات؟ أيوه صحيح. طبعا المريض يكون عارف نفسه، عارف ان في اشياء معينه هي اللي تهيج الربو عنده والحساسيه عنده، فيفضل انه يبتعد عنها. الحاجه الثانيه استخدام الكمامات. صحيح. اذا السيده او اي حد في البيت عاوز ينظف البيت او عارف ان في غبار يحط كمامات، هذه بتقلل من تركيز المهيجات هذه
منها تدخل في الرئتين. النصيحة الثالثة تهوية الغرف وصلاة الجلوس بشكل منتظم حتى ما تجمع فيها المهيجات سواء كان بخور أو عطور وحتى المنظفات المنزلية. فالتهوية شيء ضروري حتى تمنع تركيز المهيجات هذه في الغرفة. احنا حتى هاي النصيحة نصحناها للأشخاص اللي كانوا يقومون بتعقيم الأدوات والأغراض الشخصية أثناء الجائحة. يعني كنا دائما نقول لهم احرص أن تقوم بالتعقيم في غرفة جيدة التهوية وترتدي كماماتك. فلأن احنا نعرف أن هذه المواد التنظيفية هذه بعد أيضا ممكن تعتبر من مهيجات الجهاز التنفسي دكتور. فممكن حتى لما هم يقومون بعمليات التنظيف هذه بعد يتبعون نصيحتك أن يرتدون كماماتهم وتكون الغرفة جيدة التهوية أيضا. أيضا فعلا أكيد. طيب دكتور الرياضة مدى تأثير الرياضة على المريض خلال شهر رمضان؟ ممتاز. طبعا في بعض المرضى عندهم اعتقاد خاطئ خاصة مرضى الجهاز التنفسي أني أنا عندي مريض أنا مريض ربو وعندي حساسية فراح أمتنع عن المفروض ما أتحرك عن الرياض. أيوة فعلا للأسف يعني هذا المفهوم غير صحيح. نحن ننصح المريض مرضى الجهاز التنفسي نحن ننصحهم أن يمارسون الرياضة بشكل منتظم. طبعا كل شخص حسب طاقته الاستيعابية. رياضة المشي مفيدة جدا للمرضى. طبعا في فترة الصيام ما ننصح المريض أن يقطع الرياضة هذه. بالعكس يقدر يواظب عليها ويستمر. الشيء الوحيد اللي ننصحه فيها أن ما يمارس الرياضة في فترة الصيام هو في فترة النهار، لأن هذا راح يأثر راح يؤدي إلى الجفاف، راح يؤدي إلى اضطراب في مستوى الأملاح في الجسم، راح يؤدي إلى الكاد. أيوة. فننصح المريض أن يمارس الرياضة بعد فترة الإفطار، يشرب كمية مناسبة من السوائل. طبعا متى ما حس بأعراض يفضل أن يرتاح ويرجع يكمل رياضة بعد فترة. هذه كانت حديثنا في بداية الحلقة، كنا نتحدث أن هناك بعض الفئات اللي احنا ننصحهم منهم يمارسون الرياضة بعد الإفطار، فأصحاب الأمراض التنفسية دكتور عيسى يقول لكم مارسوا الرياضة بعد الإفطار، ما ينصحكم أنكم أنتوا تمارسون الرياضة قبل الإفطار عشان صحتكم وعشان ما تدهور حالتكم الصحية. طيب دكتور نصايح عامة توجهها للصائمين في من أصحاب الأمراض التنفسية في شهر رمضان؟ طبعا أول نصيحة وهذه فرصة نستغلها أني أوصل نصيحتي لإخوة المدخنين على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل. طبعا خلال فترة الصيام المريض يقدر أنه يترك التدخين لفترة أكثر عن 12 ساعة. وهذه فرصة مناسبة للمدخنين أنهم يقنعون عن التدخين أو على الأقل يقلل من الكمية اللي يدخنها. فاتخاذ مثل هذا القرار في هذا الشهر، يعني هذا الشهر مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات. النصائح الثانية، طبعا مرضى الجهاز التنفسي ننصحهم أن ما يقطعون أدويتهم، يستخدمونها بشكل منتظم، يبتعدون عن المهيجات اللي تصير الحساسية عندهم مثل ما قلنا البخور العطور المنظفات المنزلية. الحاجة الثالثة التقليل أو عدم الإفراط في تناول الطعام وشرب كمية مناسبة من السوائل. طبعا في حال ظهرت عندهم الأعراض اللي ذكرناها يفضل مباشرة الرجوع للطبيب. وأنا حاب أني أذكر أو أذكر الأخوة المستمعين أن عيادة أمراض الصدرية في مستشفى راشد توفر خدمة تطبق عن بعد. أيوة. خاصة في ظل الجائحة الحالية. هذا الشيء جدا مفيد دكتور للأشخاص اللي مو بحابين يقومون بزيارة المستشفيات في هذا الوقت الحالي، فخدمة التطبيب عن بعد هذه فادت العديد من الأشخاص. واللي مو عارف عن هذه الخدمة موجودة ومتوفرة ويقدمها قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد، فاللي حاب يحصل على هذه الخدمة بإمكان يتواصل معنا ويحجز على موعد مع
الأطباء المختصين. طيب دكتور، في ظل الظرف الراهن وإحنا نعرف إحنا حين نكافح جائحة كوفيد-19، هل في نصايح عامة توجهها لأصحاب الأمراض التنفسية حتى بعد شهر رمضان؟ نعم أكيد، الله يبعد عنا وكل شر يا رب. فطبعا النصائح العامة لاستخدام الكمامات بشكل دائم، عدم التهاون في استخدام الكمامات، المحافظة على نظافة الأيدي بالماء والصابون بالمعقمات، الحرص على التباعد الاجتماعي خاصة نحن في رمضان نصير اجتماعات عائلية في فضل التقليل منها، أخذ التطعيمات اللازمة، مراجعة الطبيب في حال حدوث أعراض مثل الحمى، ارتفاع الحرارة، الكحة، فقدان حاسة الشم، مرشحة أو سيلان في الأنف، وكذلك تجنب المصافحة بالأيدي، عدم لمس العينين والأنف والفم تجنبا لنقل العدوى، التزام البيت خاصة بعض الناس اللي عندهم أعراض جهاز تنفسي كحة وحرارة، يفضل أن يلتزمون البيت وما يخلطون ناس ثانيين. صحيح. وشو عن لقاح كوفيد-19 دكتور، هل من نصيحة أنت تقدر توجهها لأصحاب الأمراض التنفسية؟ لأن العديد يقول أنا أعاني من الربو، أنا أخذ البخاخ، أنا أخذ هذا الشيء ومفروض ما أحصل على اللقاح، فشو رأيك أنت في هذا الموضوع دكتور؟ طبعا نفضل وننصح المرضى خاصة المرضى اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي بأخذ اللقاح. اللقاح أثبت فعاليته في تقليل أو تقليل من تأثير الفيروس، فبالعكس المرضى الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة للأمراض هذه، وهم هذه يفضل أن يأخذون اللقاح. أنا دائما يعني استشير، أنا دائما أنصح المستمعين أن يحصلون على جلسة استشارة مع طبيبهم المختص المسؤول عن علاجهم إذا كانت عندهم أي استفسارات، وما يستمعون للكلام اللي يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان هم عندهم أي استفسار ما كانوا متأكدين من ضرورة أخذهم أو غير أخذهم للقاح، يستشيرون طبيبهم اللي هو المسؤول عنهم، وهو بيكون أدرى بحالتهم الصحية وبالأدوية اللي ياخذ ياخذونها، وهل هم من ضمن الفئات المستهدفة أو المستثناة للقاح. وأيضا أنا دائما يعني أنصح الجميع أن إذا أنتوا عندكم أي استفسارات دائما اسألوا طبيبكم المعالج. دكتور، هل توافقني في هذا الرأي أو عندك نصيحة إضافية حاب تضيفها في هذا الموضوع؟ أيوة أكيد، للأسف التواصل الاجتماعي هذه من سلبيات التواصل الاجتماعي. صحيح. بعض الأشخاص يعرض تجربته الفردية ويحب أن يعممها للناس، وهذا طبعا شيء خطأ. القرار مثل هذا يكون على دراسات فيها أعداد المئات أو الآلاف حتى نثبت فعالية اللقاح هذا. صحيح. ما نعتمد على قرارات فردية، فمثل ما يقولون دونت جوجل يور سيمتومز. اكزاكتلي. فالواحد يبتعد عن التواصل الاجتماعي حتى ما ياخذ معلومات مغلوطه من هذه المصادر. احنا نحب ان المجتمع يكون مثقف وواعي، بس ياخذ معلوماته من مصادر موثوقه، يعني ما ياخذ معلوماته من كل من هب ودب. يعني دكتور عيسى الحاي، استشاري امراض التنفسيه في مستشفى راشد، الحديث معك جدا ممتع، والمعلومات اللي قدمتها لنا اليوم جدا ممتعه ومفيده. بشكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا دكتوره هند، وسعيد باللقاء هذا. كان معنا دكتور عيسى وحدثنا عن أصحاب الأمراض التنفسية وشهر رمضان، وتحدث عن العديد من النقاط. بس أرجع أذكر لأهم ثلاث نقاط الدكتور قالها، أنه جدا مهم أنكم أنتم ما تنقطعون عن استخدام أدويتكم المسؤولة عن السيطرة على حالتكم المرضية، وأيضا حاولوا أنكم ما تفرطون في تناول الأطعمة أثناء هذا الشهر فضيل. إلى جانب نصيحته الأخيرة كانت أن حاولوا ما تتعرضون لمهيجات الجهاز التنفسي. مثل ما قال الدكتور، كل شخص أدرى بالأشياء اللي ممكن تزيد من
تهيج جهازه التنفسي. فالأشياء اللي أنت مو تعرف نفسك ممكن تتعب منها حاول أنك تتجنبها، أو حاول أنك أنت مثلا إذا كنتي حابة تطبخين المكان يكون جيد التهوية، ترتدين كماماتك ومن ثم تقومين بالأشياء اللي أنت تعرفين أنه ممكن تهيج لك جهازك التنفسي. مستمعين الأعزاء، هاي كانت حلقتنا لليوم. أرجع أذكركم أنكم إحنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد-19. لا تنسون المثلث الذهبي لحمايتكم ووقايتكم من المرض. ارتدوا كماماتكم بطريقة صحيحة، حافظوا على نظافة إيدينكم طوال الوقت، وأيضا التباعد الجسدي يجب أن يكون دائما وأبدا موجود في بالنا. هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بي القليل. كل الشكر لحسن استماعكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، أشكر الأستاذة إسراء الهاشمي للتنسيق والمتابعة اليوم، طبعا ما أنسى المخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر له لإخراجه وإبداعه في إخراج هذه الحلقة. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.